في فندق ذا بالمز. هذا قاعة الهاشمي أو الهاشمي. وهذا مطعم البوم. حمامات سباحة الأطفال، وهذا حمامات سباحة الكبار. هذه الإطلالة هنا على المسبح. من قلب فندق ذا بالمز أو النخيل. وهذا حمامات سباحة للأطفال. وهناك إطلالة على البحر. الجو حلو ما شاء الله، طابع أيام عيد الفطر. بيتش كلوب للخامس، طابع أيام عيد الفطر 1443.